نحب نحكيو لوجيك بالحق مع انسى الشعب التونسي مش رئيس هكاكا اصلا. ولاده قاعدين يموتوا خويا في الشعام في واحد هو يتفرج يمشي يسافر ويحكي مع يعني وشعبه قاعد يموت، الحاكم قاعد يموت، عباد التوانسه غليت المعيشه، الرئيس ما يخطبش مع الرئيس، عمره ما خطب مع شعبه، ما خطب الشعب التونسي شنيه، ما حكيش مع الشعب، تسمع فيه مشى سافر او في فرنسا او في درجنيه، تصور انت ولاده ماتوا في البحر، يا اخي هو كرئيس معناه؟ رئيس يعني عباره هو ابو البلاد، ولاده ماتوا في البحر مشى رمي عليهم واحده في الهند تقول والله بالحق ما تجيش عيب، والشعام انت بوليس يموت 130 دينار، تصور انت يعني مشيت البلاد وهو نهار كامل راقد. رايف المرزوقي اول شيء نعتبره فشل على طول المقاييس، خاطر نشوف البلاد ما تبدل حتى حاجه. فتره الحكم تاعها نتمنى الرئيس اللي باش يجي بعده يراعي الفتره اللي قام به المرزوقي ويشوف المواطن تاع الفشل ويحاول يتجنبها ويحاول يصلحها. مرزوقي رئيس هايل انتخبوا بالطبيعة انتخبوا. علاش باش تنتخبوا؟ طيارة ياسر خاطر. علاش تحبوا بالرسمي شنو هو شنو عمل للبلاد؟ حسن البلاد حسنها. يعني يخرج ينظف و ليه ولا تطير البلاد؟ تصير في البلاد يعمل حداد يعمل ما فهمتش أنا كرئيس شنو هو صلاحياته في البلاد هذي؟ يعرف كان ينظف، يعرف كان ديما يخزر هكي، يعرف ديما يعمل هكي، يعرف كان يطير العصافر، ما ريت حتى واحد عمل عفو تشريع خرج العباد من الحبس. إرهاب حاصلوا البلاد دخلت في حيط والشباب هيك تشوف فيه شو الشباب يعديوا فيها بكل عزلت والعباد اللي قتلت واللي فجرت واللي عملت في أحداث سليمان عمل لهم عفو تشريع يوم يقتلوا في العباد وما تأويك. مرزوقي محسوا ما هوش رئيس حتى شيء جست اسمه كها كان يقدم رفع انتخابات تنتخبه ولا لا؟ راي في شيء سيبري في حتى شيء لكن البلاد قال يا حتى كان مكان اسمه كان الزين خي نقص الدنيا ونقص كل شيء نقص الدنيا كل ما نجي هو لك الدنيا كل زاد يغفل السسمة فكل ما اسمه قروضات بلعنا بالقروضات وزاك ونقضوا حتى ياخذوا بها هم وجماعته هو فالبلاد خلاها في تحت صفر البلاد. بالنسبة للمرزوقي رجل مثقف لكن بوليتيكمون إلي نول فرانشمون سي با سا بلاس في الرئاسة. ان شاء الله يفهم الدرس، حدود ضعيفه برشا، ان شاء الله يفهم الدرس. وكها كلام البارح ما فهمتوش يقصد بيه، قال معنا احنا شعب كيفاه بهايم ولا كيفاه قالها، فهمتني ما عجبتنيش برجولي خاطر حس مره انا يعني فهمتني حب يعملها فاز قدام قال زوز سفراء اللي جاوا من برا حب يعملها فاز ظل شعبه. والله اذا هل انا حس مره فما برشا من الشعب عباد عاديين يحكيوا خير منه برشا ياسر ذات وما نعرفش ان شاء الله ربي يهديه وكا فهمتش كيف حكوا رئيس. والله شنو باش نقول لك، اولا باش نوصل له ميساج هذا بريدي باش نقول له يا مرزوقي راك ماكش مؤهل باش تشد رئيس، انت رئيس معتمد ما تنجمش تشد هذه اللول، ثانيا انت تخمم باش تشد الرئيس معناها باش تعاود تنتخب راحت باش نقول لك حاجه مغمضه. رئيس هكا ما رينا شيء وما شفنا شيء قلنا ما ريت منه شيء بالنسبه لي انا ما ريت منه شيء ما راي فيه ماهوش رئيس من الناس حبوا الشباب احنا بتاع البلاد هي هو يجي كل شيء الا رئيس معناه اي كان بقى كيبقى شاد دار والقد خير 30 مليون ولا 40 مليون يخو فيها هو قاعد شاد القصار يعزبني انا مرزوق باهي علاش فسر لي علاش والله رجل مثقف حسب انا نعتبره الرجل الثاني في العالم في الثقافه الاداء السياسي يا اخويا العزيز احسن حاجه يمشي يستقيل خير بعيد عليه السياسة أنا ما انتخبوش ما نشوف حتى واحد يصلح تو في الوقت هذا حتى واحد يصلح بالنسبة للأداء نتاعو السياسي معناها أداء ماهوش ناجح ما جاب حتى شيء للبلاد وكان باش يقدم روح في الانتخابات مستقبلا مانيش باش ننتخبو هكا يا ريت المرزوقي الأخر على الأخر زاد كنا ورانا ولاد حوم وكنا مسعصعين سون كومونتير من الأخر في بالنسبة أو معناه أحسن أحسن رئيس معناه بالنسبة للجمهورية ولا أحسن مع قصدي معناه خاطر عامل في كل شيء معناه بالقدا ونوصل للانتخاب.
ديجا قصدي معناها انتخبت في اول انتخابات معناها بالنسبه للجمهوريه التونسيه. ما فهمتش سؤالك، شنو نعطي راي في سياده الرئيس الدائم والمؤقت؟ سياده الرئيس شنو اداؤه في شنو؟ انا ريته في مواقف الدفن كان متميز ويحضر مواقف الدفن، ريته يلم مع الوليدات في الزبله، ريتو مرة ثلاثة خطابات مسكين فرد نهار عملها. شنو أداء السياسي معناه؟ وشنو السياسة اللي في البلاد حتى يكون عندها أداء سياسي؟ معناه خي سؤالك ما فهمت، شنو ننتخب المرزوق المرة الجاية ولا لا؟ أخي أنا انتخبت المرة الأخرى، هم اللي انتخبوا سيادة الرئيس المرة الأخرى بالرشاة 7000 بالرشاة، معناها واللي نشوف فيه في البلاد ينجموا ينتخبوه ونجموا يودي نجموا ينتخبوا سهام بادي ولا ما تفهم شيء ولدي؟ خلينا نمشي البنك مش سكر عليه وقايت يعني بشي يفهم روحه، فهمتني؟ وسايب عليه بالحكاميات وكاو، فهمتني؟ قعد كان هاو ترشكون قتلوهم، عمل ترسنية هاو ترسنية رامي في البحر عباد موتة في عود، يمشي يشوف عائلات العباد يرمي لهم في النوار، فهمتني؟ دونك برجولي سايب عليه، فهمتني؟ يمشي يشوف تبرنا بيه يركش فيها، نفرحوا بيه ما يخليوهاش بيه الولاد، فهمتني؟ ولاد الشعب جمله وكا وذا هو، فهمتني؟ وبلوس كو سا وربي معاه وكا سينو مرزوقي ينجم يجي اي حاجه، كان رئيس ينجم يشوف اي فازه يخدمها يعملها حتى في النوار نورمال، رئيس لا ما ننصحوهاش. يا ربي شد الدار تو خلصوه نورمال. اوكي مش يحكي واحد يعيط له سيد الرئيس، لا عنده سلطه ما عندوش حتى تورني بيس، لا يعرف شعبه قداش قاسى من ظلم البوليس، عليه كرسي بارك فوقه كيما البوت الليس.